أربع منتجات بيناسبوا كل أنواع البشرة، لو استخدمتوهم بشرتكم هتكون نظيفة وبتلمع قبل نزول الجامعة أو المدرسة. يا ترى إيه هما؟ وكملوا الفيديو للآخر عشان تاخدوا خصم 10% لو عاوزين تجيبوا المنتجات دي. نبدأ بالغسول عشان ننظف البشرة. جبتلكم أكتر نوع غسول بستخدمه في الوقت الحالي وهو من برانس كلينيك. الغسول ده بيناسب كل أنواع البشرة، ده غير انه بيدي نضارة وتفتيح من الاستخدام الاول. والغسول ده فيه 5 مواد للتفتيح ومضاد لأكسدة البشرة زي الجلوتسيون والانتي اوكسيدنت ومستخلص العرقسوس واللاكتيك اسيد وكمان الالفا اربوتين، ده غير ان سعره تحفة عشان كده حبيت ان انا انصحكم بيه على طول. تاني حاجة بقى وهو كريم العين عشان ولا خطوط تظهر مع الأيام ولا كونسيلر يشقق مع الوقت. استخدمت الآي كريم ده من براند كوري اسمه آينل. الترطيب بتاعه حلو جدا، مع الاستخدام المتكرر هتلاقوا ان منطقة الخطوط بتبتدي ان هي تقل مع الترطيب المستمر. واكتر حاجة حبيتها في الكريم وهو الكور المعدن اللي موجودة فيه، لانها بتعمل مساج لمنطقة تحت العين، بتقلل من شكل الانتفاخات وبتخلي الكريم يمتص الجلد بصورة اقوى. وبعدها لازم نرطب البشرة كاملة. ما لقيتش أفضل من المرطب ده أرشحه ليكو. شايفين بيخلي الوش عامل إزاي؟ وهو من براند ديزر. المرطب ده بيدي تفتيح فوري ولمعة في البشرة كأنها فلتر، ده غير إنه بيرطب البشرة من الأعماق ومش بيسيب أي ملمس دهني لأنه فيه هيرولونيك أسيد وكمان فيتامين سي، مناسب لكل أنواع البشرة ما عدا البشرة اللي بتعاني من حب الشباب أو اللي فيها حبوب أكتف. وبرضه سعره أكتر من تحفة. رابعاً وأهم حاجة وهو الصن بلوك، عشان البشرة متسمرش ولا يجيلها تصبغات ولا الحبوب تكتر أو تلتهب في الوش. فأفضل واحد في السعر والجودة هو صن بلوك فارماستي، لأنه حماية من الشمس بلس 50، مش بيسيب أي ملمس دهني على البشرة، وكمان بيدي نضارة وتفتيح من غير وايت كاست. تقدروا تجيبوا المنتجات دي بخصم 10% فقط لمتابعين عمر عيسى. لو عاوزين تعرفوا جبت المنتجات دي منين ما تنسوش تتابعوا الكومنتس.